عن ايه كومن ناونز. انا بحب اشرح الانجليش طبعا، انا مش هتكلم طول السيشن بالانجليش، بس هقول لكم لما تيجوا تشرحوا لاولادكم تقولوا الاول المعلومه بالانجليش ازاي وبعدين تقولوها بالعربي، اوكي؟ فبيقول لي common nouns are words for people, animals, places or things. ده الشرح اللي انا لسه قايله من شويه، ان الناونز او الكومن ناونز ده هو اسم people، انسان، شخص، person، animals، حيوانات، places، اماكن، or things، اشياء. بس في نوت صغيره عشان نعرف يعني ايه common nouns. النوت دي بتقول these are words for people, they are common nouns. يعني اسماء عامه، اسم عام. يعني ايه اسم عام؟ يعني مش عارفه دي بيسموها في العربي ايه، عشان بصراحه انا نسيت العربي، بس هي ليها اسم في العربي. مش بقصد بيه الشخص بعينه. يعني مثلا 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 لما ننزل تحت هنا ونقول actor، actor، actor يعني ممثل. actor اي actor، او artist اي فنان. ما قصدتش مثلا احمد حلمي عشان اقول ان هو ده بعينه، لا. لما اتكلم عن حد عام هو ده اسم common nouns. يعني هبسط لكم الموضوع شويه. لو انا بربي قطه، لو قلت كلمه cat عموما، cat دي common nouns عشان انا ما اقصدش بيها قطه معينه، اي قطه. لكن لما اقول my cat او الكات دي بتاعتي انا، هنا بقى مش common nouns، دي proper عشان بقصد بيها شخص معين. لو انا قلت mom always مثلا cleans room، يعني الام دايما بتنظف البيت، هل انا اقصد ام معينه ولا قلت اي ام؟ اي ام، ده كده common noun. common noun اسم عام مش بقصد بيه شخص بعين. لكن بقى لما اقول my mom cleans the room، ماما انا، مامتي انا، لا دي شخص بعينه اللي هي مامتي. اقول مثلا the teachers help students، المدرسين او المدرس بيساعد الطالب او بيساعد الطلاب. هنا ما اقصدش مدرس بعينه. لكن لو انا قلت مثلا مستر احمد helps the student، انا هنا اقصد مستر احمد، يبقى مش common nouns. يبقى common nouns اسم، احنا كل ده في الاسامي، ها مفيش افعال خالص هنا. كلمه common nouns هو اسم ما اقصدش بيه شخص بعينه. اسم ما اقصدش بيه شخص بعينه. زي هنا بقى الاكزامبلز اللي عندنا، الامثله اللي تحت. actor اللي هو الفنان، aunt عمه، ما قلتش اني واحده، ما قلتش عمتي انا مثلا. baby ما قلتش ابني انا. baker اللي هو الخباز. cook، خلي بالكوا cook بمعنى يطبخ او الطباخ، اسمه cook بره. dentist اللي هو دكتور السنان. doctor، doctor. جينت ضخم. lawyer، lawyer يعني المحامي. judge اللي هو القاضي. man، هي كلمة man دي أكتر واحدة تعرفنا، man رجل، أي رجل. nurse، police officer، singer، soldier، teacher، كل دول اسم شخص وخلاص، ما أقصدش بيه شخص بعينه. يعني مثلا أقول police officer دايما بيعمل إيه مثلا؟ help the people in the streets. The police officer helps people in the street. هل أقصد police officer بعينه ضابط معين؟ لا. يبقى ده كده اسمه common nouns. وهنا في شوية أمثلة ليهم، بس مش دول بس الموجودين. كلمة common nouns يعني أي اسم عام ما أقصدش بيه شخص معين. هنفهم أكتر، ودي برضو أمثلة. eagle، صقر، أي واحد. zebra، deer، crocodile، bird، ما أقصدش بيه bird معين أو crocodile معين أو حاجة. لما تيجي شوية bear، دب، cat، cow، dog، dolphin، duck، fish، goat، goose، hen، horse، mouse، parrot، shark، wall. أي واحد من دول هو أنا ما أقصدش بيه حاجة معينة، ما أقصدش القطة دي أو البقرة دي أو الكلب ده، لا أنا بقول cat عموما، dog عموما، تمام كده؟ هنا برضو الأماكن. لو أنا مثلا قلت school، school دي كلمة عامة، مدرسة، لكن my school لا دي مش common nouns، فهمتوا كده؟ يبقى common nouns كلمة عامة، زي هنا beach، شاطئ، park، حديقة، library، shop، airport، cave، church. ممكن تكونوا مش عارفين church دي اللي هي الكنيسة. church، farm، hill،
كل اللي هو الكلمات اللي الاقيها جديده عليكم، ممكن لو في كلمه وقعت مني ما قلتهاش بالعربي مش عارفين اسالوني. كل اللي هو hospital hotel، ما اسموش hotel زي البوليس، ما اسموش بوليس، يعني ما اسموش بوليس officer عشان انا بسمع الكلمه دي اسمها بوليس، بوليس officer، وهنا اسمه hotel مش hotel، hotel house دي اسمها island. اي دي بقى من الحاجات بتاعه السايلنت، ايلاند اللي هي جزيره، ايلاند، مول احنا كنا اتكلمنا ان الاي هنا اتنطقت او عشان وراها دبل ال، كل الرولز دي بقى بتفكرنا بالسيشنز اللي فاتت الفونكس، مول، ماركت، ماونتين، ماركت اللي هو السوق وماونتين جبل، بلاي جراوند اللي هو الملعب، ريستورانت مطعم، سكول، سيشور ساحل او شاطئ برضه، ستاديوم استاد، سوبر ماركت، تمبل، تمبل اللي هو المعبد، زو. يعني اللي احنا استنتجناه من هنا لحد دلوقتي اسم اي شخص عام ما اقصدش بيه شخص معين، اسم اي حيوان عام ما اقصدش بيه حيوان معين، اسم اي مكان عام برضو ما اقصدش مكان معين، وهنا اي شيء عام ما اقصدش بيه شيء معين زي باسكت، درام، بيد، كيك، بلانكت، ممكن تكونوا مش عارفين بلانكت، بلانكت اللي هي البطانية، بلانكت، باج، بوكس، بريد، كان، كان هنا معناها اللي هي احنا بنقول عليها كانز، احنا بنجمعها، كان اللي هي بنشرب فيها البيبسي والحاجات دي، تشير، كوت، كاب، ديسك، دور، ايج، كايت، لادر، لادر اللي هو السلم عشان لو مش عارفينه، لام، بيكتشر، راديو، واسمه راديو مش راديو، 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 تلفزيون، ترين، تراك، واتش، ويندو، ودي جيت اللي هي البوابه الحديد. دي اكسرسايز، يعني هو من هنا بيقول لك بصي بقى من الاخر كلمه كومن ناونز هو اسم اي شيء عام، اسم اي شيء عام، شخص عام ما اقصدش بيه شخص معين، مكان عام، حيوان اي حيوان او اي شيء ما اقصدش بيه الشيء ده. لما اقول مثلا باج او شنطه ما اقصدش بيها شنطه معينه يبقى دي كده كلمه كومن، لكن مثلا اقول ذا بلاك باج الشنطه اللي لونها اسود لا كده اقصد شنطه معينه، دي كده مش كومن. هو هنا في الاكسرسايز ده انتوا بقى حاولوا تبقوا تحلوا الاكسرسايز دي كهوم ورك تاني علشان تفتكروا الانفورميشنز اللي احنا اشتغلناها. There is a little bird in the garden. وهنا عايزك تطلع الكلمات الكومن او عايزك تطلع عموما يعني ايه نون، عشان خلي بالكم الناس بيعلمكم يعني ايه نون، فتطلعوا كل نون من هنا، كل اسم شيء او مكان او حيوان. ده هتلاقوا الموضوع بتاعه سهل، هتطلعوا بيرد بسهوله، تيتشر بسهوله. هنا بقى اللي عايزكم تعملوا كلاسيفايد او ميكسن، يعني تصنفوا people, animals, places, things. تيجوا عند swimmer تحطوهم في people، تيجوا عند snail، snail ده اللي هو القوقع تحطوه في animals، fire agent ده اللي هو بتاع القطر تحطوه في people، clown المهرج وهكذا. نيجي عند proper nouns، مفروض بقى تكونوا فهمتوا من المقارنة ايه الفرق بين common nouns و proper nouns. proper nouns اللي are named for particular people، particular يعني شخص بعينه، شخص معين الشخص ده، أو particular place مكان معين، or thing. They always begin with a capital letter. طبعا اسم أي حاجة عامة، فاكرين لما كنا في صغيرين وبناخد البنكتويشن بيقول لك اسم أي مكان تكبره، اسم أي إنسان تكبره، اسم الشهر، أيام الأسبوع، الحاجات دي هي دي proper nouns. بيقول لي ان البروبر ناونز دي اسامي بتاعت حاجات بعينها اقصد بيها الشخص بعينه، زي مثلا لما اقول لك عمر بيقول لي ده الولد ده اسمه عمر، يبقى انا اقصد الشخص ده بعينه عمر، او بيتهوفن اقصد بيه الشخص ده اللي هو بيتهوفن، ليزا، ليزا، وخلي بالكوا الاس لما تيجي ما بين تو فاولز هنا الاس بصوا ليزا ز ز اتنطقت زد، ال سوري الاس لما تيجي between two vowels لو انا بننطقها ز، زي كلمه nose، nose n o s e،
ال O ال S جاية بين no O وفي الآخر E عشان كده قلنا knows. هنخلي بالكم من البوينت دي. هنا بقى اسمي أي حد، اسم أي شخص. يبقى إيه الفرق ما بين ال common and proper؟ common اسم أي شخص أقول man، لكن proper أقول علي. common أقول cat، proper أقول my cat. common أقول hospital، proper أقول the hospital I went، المستشفى اللي أنا رحتها. common أقول مثلا bag، proper أقول the red bag، الشنطة الحمراء، أقصد بيها واحدة معينة أو واحدة بعينها. إيه بقى تاني غير اسم شخص بعينه؟ يعني مثلا علي، يوسف، محمد، ده كده proper، أقصد بيه شخص معين. my cat حاجة بتاعتي أنا، شخص معين. سوري حاجة معينة، فيبقى common. قال لي هنا كمان the names of countries and their people are also proper nouns. زي ما قلت لكم من شوية، فاكرين حصة البنكتويشن بتاعتنا واحنا في ابتدائي؟ أي حاجة كانوا بيقولوا لنا كبروها هتعرفوا دلوقتي إن هي proper nouns، إحنا ما تشرحناش صح. يعني ما فهموناش ده ليه بنخليه capital letters، لو أنتوا فاكرين. أنا واحدة من الناس كان بيتقال لي كبري أول حرف، أي اسم تلاقيه، اسم مكان، وأسماء الشهور وأسماء المدن والكلام ده. ده علشان هما حاجات بعينها، اللي هما إحنا بنسميه proper nouns. ماشي؟ قال لي زي مثال عليهم ال countries الدول و their people الناس اللي بتعيش فيهم. يعني مثلا Egypt دي كده common ولا proper؟ لا مصر، أقصد بيها مصر، يبقى دي proper noun. طب Egyptians المصريين برضو أقصد بيهم شعب معين، يبقى دول برضو proper nouns. أتمنى تكونوا كده فاهمين. هنا برضو American ده شخص أمريكي، أقصد بيه الشخص الأمريكي، يبقى ده proper noun. Egyptian، Indian، Italian.